انا اكمل لكم بالجوال الثاني لان الجوال الاول فل. شوف كيف التجاوب فيه، ان شاء الله الصور ما تختلف في الاداء. طبعا الجوال الثاني شوف، نكمل نقول بسم الله. واو، شوف دحين احنا حنروح على هناك، يقول بسم الله. شوف كيف، ترى والله المنطقة خطيرة. شوفوا سامعين، كلها كده حجارة محروقة، صوت زي الفخار. بسم الله، زي الفخار. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوف ولول، شوف كيف كأنه مضفر، كأنها ضفاير. شايفين؟ كأنها ضفاير. شايفين؟ نكمل نروح على جوا. من فين؟ من هنا. هذا جوا من هنا، يا رب تستر. بسم الله، جاي كذا كأنها طريق مستقيم بس مكسورة. شوف كيف طايحة، طايحة طيحات. شوفوا عميقة عميقة. يلا سامعين انتوا كيف صوت الحجر؟ شقوقة شق زي الخندق، وعميقة عميقة ترى. اها عميقة عمق. شوف كيف اختلاف المسافات ساير هنا. شوفوا هاي طالعة وهذه نازلة. بسم الله، شوفوا هنا طايحة، كان وسط مكعبات، هنا طاحت هذه لأن فيها طايحة، وهذه كمان طاحت. الله يستر، هاي طايحة. الله يستر. بسم الله، هذه برضه طايحة. شايفين كيف؟ هذه كلها طاحت، المنطقة دي طايحة كذا. قطعة اللي شوفه يقول حجر بس مو حجر. شوفوا بسم الله، هذه برضه طايحة، ما هي مستوية بس ينقطع شوية. ها ما طاحت، وبرضه طول ما احنا ماشيين المنطقة زي كذا جاية. شوفوا هنا كيف طاحت برضه. شوفوا كيف سايرة، هذه برضو طايح المنطقة دي. طول ما احنا ماشيين هي زي كذا، طول ما احنا ماشيين هي بالشكل هذا. بسم الله، شيء حلو بس لازم تطلع جروبات ومجموعات. معليش طبعا الصوت ممكن مو واضح عشان صوت الهواء. شوفوا الوصلات دي كمان كلها طايحة، بدأت تتجزأ جزيئات وتطيح. هاي طايح، شوف كأنه جدار، كأنه جدار كان واقف وطاح. شويتين بدل نرجع، ما نبغى ندخل زيادة.
بس هذه ايش؟ عشان نوريكم المنطقة. شوفوا يا ستار، طبعا ما احاول ابعد، خلاص ابغى ارجع كذا صراحة. مرة بعد تشوفوا صرت بعيد مرة عنه. برضو هنا نفس الشيء، انكسرت كسر. شوفوا عميقة، يا رب تحميها. خلاص انا كذا برجع، خلاص شوف اني بعدت مرة زيادة. اتمنى انك شفتوا حاجة جديدة. هاي يسموها ايش؟ الحديقة الجيولوجية في منطقة المدينة المنورة أو حي رهط، عبارة عن بركان ثار آخر مرة في عام ما أدري هو 600 وما أدري كم، المهم يعني شيء قد زمان زمان مرة. وبعد ما ثار خمد، وبعد ما خمد هذه الآثار حقته اللي أنتم شايفينه. ترى هذا الحين بعيد عن الشارع العام مرة، ترى مرة بعيد الشارع العام، بعيد عني مرة. المنطقة شبه مستوية، لكن الله يعين حتى مرة ثانية نفس الطريق اللي كنا فيه. شايفين؟ ارجع هناك، هذا الحين راجع. يلا اخر شيء هنا شوي كمان نكمل بسم الله. شايفين هناك؟ ما ادري في محطات ولا في ابراج ولا في شيء شغالين عليه هناك. شايفين؟ في مشروع حق بترول ولا شيء، في مشروع ايش والله اعلم. ما علينا فيه، احنا علينا في المنطقة اللي احنا جالسين نوريكم هي. هذه هي المنطقة كذا. اخذت نظرة بسيطة عن هذا المكان. خلينا كذا بسم الله ونرجع، ما ينفع نطول هنا كثير. خلينا كذا نرجع، الشمس طبعا ورانا، يعني احنا كذا ماشيين باتجاه الشرق، الشمس هنا. يا مسح، شوفوا هذا اللي قلت لكم عنه، جاية كأنها كذا ورق أو شيء زي كذا، لأنه خلاص اتجمدت. فخار ناشف، بس الحين خلينا ندور طريق الرجعة عشان لا نضيع. دخلنا جوا زيادة مرة احنا. بسم الله على بركة الله. شوف زي الناس، يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر، استر يا ساتر. بسم الله خلاص طولنا معاك في الجولة دي، خلاص كده كفاية علينا. خلينا نرجع نشوف فين خط الرجعة.
الجو شكلنا ضيعنا. لا خلاص تمام شفت. هذا خط الرجعة. شايفين؟ وهنا البداية. هذا اللي مشينا من عنده في البداية. انتهينا من حيث بدأنا. أوه هذا كرتوننا اللي شفناه أول، معناته إحنا ماشيين كذا صح. على مهلك على مهلك، بسم الله. خلاص كده خلصنا خلصنا الحمد لله. واو، وهذا الشريط. خلاص كده خلصنا، احنا خارجين. ان شاء الله الفيديو كان حلو وجميل وشفتوا شيء جديد في المدينة المنورة. طبعا هنزل في القناة حقتي، القناة حسميها الاسم الجديد هل تستحق، يعني هل هذه الزيارة وهذه التجربة تستحق ان نجربها. كذا احنا خرجنا على الخط العام اللي هو طريق المهد، هناك الفوهات اللي تكلمنا عنها، ودحين راجعين مرة ثانية للشباب نكمل مشاركتنا الحلوة معاهم. شوفوا هنا عندكم مكتوب المعلومات، حي رهط، حرة رهط 19 كيلو شمال شرق. وهذا ما ادري ايش يبغى، اي مو وقتك توكل على الله. هذه المعلومات جنوب شرق المدينة المنورة، آخر موقع بركاني في عام 654.